أقام نادي الجمان للفتيات ملتقى تحت شعار اليوم نبتة وغدا ثمرة، بهدف تعزيز روح المشاركة في الأنشطة والتشجيع على العمل التطوعي وتنمية ودعم المواهب. وأضم الملتقى ضمن فعالياته أنشطة مختلفة تنوعت بين ورش العمل والمسرحيات الاستعراضية والمشروعات الصغيرة وغيرها. تحت شعار نبتة وغدا ثمرة انطلق ملتقى نبتة لنادي الجمان للفتيات، وهو فكرة ومكان مناسب للفتيات، جمع بين طياته مشروعات صغيرة ومبدعة وورش عمل للفتيات ومسرحيات استعراضية. الملتقى نبتة هو ملتقى شبابي تربوي، هذه السنة الرابعة له. الهدف منه ان احنا حابين ان نوري المجتمع ان هناك طاقات شبابية نسائية في الكويت تقدر تسوي شيء حلو وهادف وبنفس الوقت يكون ممتع. عشان كذي احنا مقدمين الملتقى اليوم، عندنا مسرحيات ورش عمل واشياء تربوية وهادفة حق الاطفال وحق الكبار. ويقدم ايضا عندنا نبتة جونيور، هو مساحة حق الاكتشاف واللعب للاطفال، راح يشوف الطفل ورشة عمل وراح يشوف سينما وراح يلعب بالاشياء التربوية الفنية اللي يقدر يلعب فيها فوق ان شاء الله. هذا الملتقى لصنع جيل محب لدينه ووطنه وليعطي عطاء بلا حدود، وايضا يشجع على العمل التطوعي لنشر الوعي الثقافي على استخدام المواهب. المسرحية للأطفال تهدف وتعرض الأخلاق الحميدة وشلون ممكن الإنسان يتعامل معها وشلون ممكن الطفل أنه يستوعبها بطريقة جدا حلوة ومسلية ومشوقة للأطفال. تهدف المسرحية إلى إعطاء القيم الكبيرة بشكل جدا حلو وشكل استعراضي وجميل من إعداد فتيات نادي الجمال للفتيات. ألعاب جدا جديدة مبتكرة فيها إبداع وبنفس الوقت مربوطة بقيم جدا جميلة تناسب عمر الشباب. إحنا فريق متكون من 5 بنات كنا مسؤولين عن المتاهة، كل الأفكار والتنفيذ والتطبيق طاقات شبابية. نبتة وغدا ثمرة هو مشروع تربوي توعوي يهدف إلى تعزيز دور الناشئة وتكوين الرغبة الداخلية لديهم باتجاه هذا الدور وتحريك المسؤولية لدى هؤلاء الجيل من الناشئة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.